احنا عايزين نشوف في مجموعة. اولا لما قلنا محمد نجم موجود في مجموعة من الزملاء والزميلات يعني حبوا انهم يكلموك، فتسمح لنا نشوف اول الشاشات بتاعتك ونشوفهم متلاحقين ورا بعض ونسمع ردك. اهلا بالاستاذ محمد نجم، البني ادم الممثل الجميل الواعي اللي هيقول لنا النهارده ايه، واحنا نقول للناس مين محمد نجم. صاحبنا ممثل كويس دمه خفيف، واحنا كنا بنحب نتفرج عليه وبنحب نتفرج عليه طول عمرنا نشوفه وبنضحك ونبقى مبسوطين قوي بوجود محمد نجم. هو كممثل جميل بيحافظ على زمايله، بس ساعات بيزعل وساعات بيزعل، انما هو كممثل ممتاز ممتاز، وانا بحبه كتمثيل بصراحة. هو قادر على انه يخرج عن النص ويتكلم بره النص، وبيخرج كويس جدا جدا، وبيضحك الناس كويس جدا جدا، واتمنى ان احنا نتقابل في عمل تاني. يعني كل ما قالوا عليا ينطبق عليه. ينطبق عليه هو؟ ده محبة بينكم بقى. هو فنان عظيم وربنا يديه الصحة ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي في اعمال تانية. وانا شخصيا برضو بحبه يعني. طب نجم انا عايز اسألك سؤال، هل زرت الاستاذ منتصر في فترة تعبه في الاخر؟ لا ما زرتوش، ولا زرت السيد زيان ولا السيد زيان. ليه؟ طيب ما انا اللي بحبهم بيصعب عليا ان اشوفهم في الوضع اللي هم فيه. حتى فؤاد خليل نفس الحكايه. مش تقصير مني، ولكن انا بيصعب عليا، يعني عاوز اشوف اللحظه دي انا شعوري فيها ايه. ما اخش عليهم وهم تعبانين كده. انا بتضايق. ومع ذلك هروح. زيارة المريض واجب. بس ما كنتش اتمنى ان اشوفهم في الحاله دي، انما ده امر بتاع ربنا. حاولت تتصل بيهم مثلا تليفونيا؟ ما هو صعب يعني، صعب يعني اقول لك بتصل طب ما يجي يشوفني يعني برضو، انما هروح له باذن الله. طيب نشوف الشاشه اللي بعد كده. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاج محمد، استاذه الكبيره صفاء، انا فرحان قوي انك انت مستضيفه الاستاذ الفنان الجميل الرقيق محمد نجم. بس انا ليا اعتاب على حضرتك في حكايه كلمه ساعه صفا. ساعه صفا دي مش لازم تبقى ساعه واحده، انما تبقى ساعات، ساعات كتيره قوي قوي قوي، لان الصفاء شيء جميل قوي. لما البني ادمين تصفى لبعض الدنيا هتصفى لهم، لما البني ادمين يصفوا لبعض هيعرفوا يشتغلوا، لما البني ادمين يصفوا لبعض هيعرفوا ينتجوا، هيعرفوا يضيفوا للمجتمع ويضيفوا للأمة العربية والأمة الإسلامية كل خير وكل محبة. فأهلا بالصفاء على مدار الساعات. محمد نجم أنا شفت تقريبا حبة في بداياته، الحقيقة هو مكافح وبني آدم جميل جدا ويتميز بالصفاء والنقاء، وحابب قوي 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 الحكاية. عمل الحكاية كمان جميلة جدا، أنا فرحان فرحان بيها قوي، إنه أضاف للرقعة المسرحية الموجودة في مصر رقعة جديدة وهي المسرح بتاعه. أتمنى منه أن المسرح بتاعه يبقى مركز إشعاع. يا حاج مسرحك في موقع كويس، وبإيدك أنك أنت تعمل مهرجان كوميديا كل سنة، تستضيف فرق الكوميديا من جميع أنحاء العالم، في إيدك أنك تعمل حاجات كتيرة قوي 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 جوه المسرح. ليه عتاب عليك يا حاج؟ ومش عتاب، هو محبة. اشتغلت في السينما وعملت دور متميز في فيلم مولد يا دنيا وبعض الافلام الاخرى. اشتغلت في التلفزيون وكان ليك شويه ادوار كده متميزه برضو في الاول، وبعدين رحت نادر نفسك وكانك راهب من الرهبان القدامى يعني في محراب المسرح. المسرح طبعا دلوقتي جميل، وان الحس البشري التواصل البشري بين الفنان وبين الفنان وبين جمهوره على خشبه المسرح ده شيء يعني جميل، وما يقدرش عليه الا اللي يقدر عليه فعلا بجد.
فانت بتتساوى في حكايه انك انت اضفت الرقعه المسرحيه دي مع عم يوسف وهبي لما عمل فرقه رمسيس وعمل المسرح بتاعه، وعم نجيب الريحاني لما عمل المسرح بتاعه، فانت اضفت برضه مسرح على اسمك، ودي حكايه تحسب لك. واحنا مستنينك انك انت تعمل لنا حاجه كويسه من خلال التلفزيون، احنا جماهيرك. ايه رايك بقى؟ اولا انا بشكر طبعا الفنان والممثل الرائع صبري، وبقول له شكرا، وكفايه كده علينا ساعه صفا يعني، مش اكتر من كده صبري، ولا ايه رايك؟ انا متشكر جدا على اللي هو قاله، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنه. فكره حلوه قوي بتاعت مهرجان مسرح الكوميديا، تقدر تعمله على مسرحك كل سنه مره. ممكن، والله ممكن. بس هو يستدعي دعم يعني. الفرقه اللي هتيجي دي هتبات على حسابها. طب انا عايز اقول حاجه. اصبح التلفزيون حتى في المسلسلات يعملوا منتج مشارك. فليه ما تكونش المسرح مثلا انتوا منتج مشارك مع المسرح؟ يعني يبقى نفس البروجكت، المشروع ده يتعمل برضو على مستوى المسرح، التعاون مع هيئة المسرح تعمل المنتج المشارك، ويبقى معاك الوزارة، وتبقى الأرباح مشتركة، ويتعمل مهرجان يعني حلو للكوميديا. ايه رأيك؟ طيب ما هو دكتور أشرف يعني راجل نشيط جدا. يا ستي ماشي، ما يقولك طب انا ما اعمله في مسرح من المسرح عندي، ايه المشكلة؟ طب ما هو يعني ده اللي بنقوله، ما هو ده بنقوله. طيب بالتعاون مع هيئة المسرح. ايوه هو يقول لك انا اعمله في مسرح نجم ليه؟ طب ما اعمله في مسرح، ما انا عندي 5-6 مسارح، ما اعمله انا كله ونجم يبقى يجي بمسرحيه. ايوه انت بتقول الرد دلوقتي كما لو كنت انت المسؤول، احنا بنقول حاول مع المسؤول واعرض عليه كده هذه الفكره. يا ستي هيقول لي كده، هيقول لي كده. انا عاوز مثلا بدل ما اعمل مهرجان انا ممكن يشاركني في العمل المسرحي على مسرحي. يعني ابقى انا عامل مسرحيه. أيوة. وهو داخل شريك معايا. انا بسبب المسرح و و و والنجم والنص. وهو بالدعايه واجور الممثلين. واهلا وسهلا، هو كده مظبوط. انما اعمل مهرجان، ما الوزاره بتعمل مهرجانات وغيره بيعمل مهرجانات.